عن اللقاء. معانا بقى على التليفون اسطوره من اساطير كره اليد المصريه الكونكورد، كابتن حسين زكي. منورني يا ابو الكباتن، وحشني جدا. اهلا وسهلا زكي، والله اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت كمان وحشني جدا والله. يعني امبارح وشفنا لقاء عظيم، وشفنا ريمونتادا ورجوله وروح قويه جدا 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 من منتخب مصر الناشئين. الاول ردك ايه وتعقيبك ايه عن اللقاء القوي ده؟ الاول بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن انا ببارك لشعب مصر كله على الاداء الجيد اللي لعبتنا عاملاه. شايف ان البطوله نفسها ماشيه في وتيره، احنا بالنسبه لنا وتيره كويسه جدا. بس لازم اللعيبه تفهم حاجه كويسه قوي، ان في فرق ما ينفعش معاها ان انت تستهون بالماتش او تعمل حسابك ان انت هتعمل ريمونتادا في اي وقت. احنا يمكن المنتخب الاقوى اللي احنا قابلناه هو منتخب اسبانيا. ولما ركبوا فرق اثنين ولا فرق ثلاثه خلاص هم ركبونا، فاهم؟ فما ينفعش ان انت مع المنتخبات الكبيره ان انت تديله فرصه ان هو يبعد عنك في السكور. يمكن دي نصيحه انا قلتها بكده وبرجع اقولها تاني من خلالك، ان احنا لازم نعمل للماتشات مع الفرق الكبيره ألف حساب، لان اللعيبه الصغيره دي بتبقى بتلعب في انديه كبيره وبتلعب بشكل اساسي. صح. يعني فلازم نبقى عاملين حسابنا كويس قوي على الماتشات اللي جايه، لان الماتشات اللي جايه احنا دخلنا مربع ذهبي، بس احنا ابطال البطوله دي، احنا حاملين اللقب النسخه الاخيره. فاهمني؟ فلازم اللعيبه تركز اكتر، وانا شايف ان هم داخلين في مود البطوله كويس قوي. وهرجع واقول لك احنا كلعيبه مصريين عندنا حاجات مختلفه جدا عن اللعيبه الاوروبيين، ان احنا عندنا حماس تقدر تلعب فيه لحد اخر ثانيه زي ما احنا شفنا الماتش امبارح. احنا الماتش كان يعني تاريخي، فاضل دقيقه ونص ومتاخرين بفرق هدفين او ثلاثه، قدرنا نسجل ونتعادل، فضل 10 ثواني الكوره مع جوزر الفارو وقدرنا نقطع كوره ونسجل. يعني دي يعني صعبه جدا في كره اليد دي. هي دي متعه الهاندبول، هي دي متعه كره اليد قضى، ان انت لحد اخر ثواني انت بتبقى خسران وبتكسب، بتبقى كسبان وبتخسر، بتبقى خسران وبتتعادل. هي دي متعه كره اليد، ان انت لحد اخر ثواني انت بتقعد متحمس للماتش ومشدود للماتش لحد اخر ثانيه، غير لما تتفرج على ماتش من اوله انت كسبان 10 و15 فما بتبقاش فرق خلاص. لكن انا شايف ان هم الاداء في البطوله لعبتنا عاملين اداء كويس جدا، عندنا لاعبين صاعدين تطمنك على منتخب مصر الاول، فاهمني؟ وتطمنك ان هم ما شاء الله يعني عاملين اداء كويس جدا. الاداء كان ماشي تصاعدي من بدايه البطوله، اكيد في تطور حصل مع كابتن وائل عبد العاطي المدير الفني، شفت التطور ازاي من بدايه؟ انا تابعت كل اللقاءات وكنت حاسس ان كل لقاء في زياده يعني في اداء افضل بيكون موجود، هل ده صح ولا انا كنت بس متحمس زياده؟ يعني لا، هو احنا في ميزه اظن ان احنا عندنا لما بتبدا البطوله بشكل معين انت ادائك طبيعي بيتصاعد، كل ماتش بيختلف عن التاني. لكن احنا في المجموعه احنا الحمد لله كنا ماشيين كويس جدا. صح. الدور الثاني المجموعه الثانيه احنا ماشيين فيها كويس جدا، فانا شايف ان منتخب مصر اساسا يعني هو بادئ البطوله متحمس جدا وعايز يعمل حاجه خلاص، فانا شايف ان هو الاداء بيتصاعد وحماس اللعيبه بيزيد ماتش عن الثاني. النهارده ان شاء الله يكون الحماس ده والتركيز كمان حاضر، والنهارده شايف بقى حظوظ منتخب مصر ازاي امام منتخب الدنمارك، واحنا عارفين المنتخب الدنمارك بيتميز بقوه بدنيه وبسرعات، فشايف النهارده المواجهه هتكون ازاي؟ بص انا عارف ان هي هتبقى مواجهه صعبه، بس احنا يعني احنا طبيعي ان احنا متعودين على المواجهه دي، عندنا كل ثقه في رجالتنا، ولازم ما يتكفوش ان هم صعدوا مربع ذهبي، لازم يتاملوا ان هم يلعبوا فاينل. ولما توصل فاينل ساعتها يحل الف حلال، ساعتها كل ماتش ليه ظروفه، لكن انا شايف النهارده ان هم لازم يبقوا تركيز، ما يفكروش ان هم قبل البطوله طلعوا معسكر وخسروا من المانيا من الدنمارك بفرق سكور، لا، في البطوله جوه البطوله الفرقه اللي فايقه هي اللي تكسب. يعني حتى لو في اختلاف العناصر وفي اختلاف المنتخبات او هم اقوى او احنا اقوى، لا، انت ظروف الماتش هي اللي بتخدمك، فاهمني؟ فانا شايف ان هم يبداوا الماتش النهارده بقوه، يبداوا الماتش زي ما عودونا، يبداوا الماتش ما يدوش فرصه لمنتخب الدنمارك ان هو يجري عليهم فاست بريك، لان الدنمارك من اساس التكتيك بتاعها او الخطط الهجوميه بتبدا من دفاعهم، تبدا هم بيعتمدوا على دفاع قوي جدا، معاهم حارس مرمى كويس جدا وبيجروا فاست بريك، فاهمني؟
فاحنا لو وقفنا ده من اول المباراه ان شاء الله ان شاء الله هنشوف مصر في نهائي بطوله العالم. يعني ان شاء الله تكون لقاء قوي. شايف النهارده يعني نسبه فوز منتخب مصر ان شاء الله كبيره؟ احنا مش هد... لا احنا 50 50 يعني. احنا انت بتلعب الماتش دي ماتشات نهائيات وانت خلاص دخلت في اقوى اربع فرق في بطوله العالم. فانا شايف ان الماتش ده انت حظوظك 50% وحظوظك المارك 50%، لكن اللي هيبقى مركز واللي هيبقى فرص اللي بيضيعها قليله واللي هيبقى حارس مرمى بتاعه فايق هو اللي هيلعب على مفاتيح الفرقه الثانيه صح، ويقدر يقفل معظم مفاتيح الفرقه الثانيه هو اللي هيقدر يكسب. لكن حظوظ الفرقتين، لا حظوظ الفرقتين متساويه. شايف ان منتخب مصر قد منتخب الدنمارك، نفس عندنا عناصر قوه، عندنا سكيلز بتاعتنا كويسه جدا، عندنا لعيبه كويسه جدا وفايقين وعاملين بطوله هايله، عندنا حماس، عندنا روح شايفها مش موجوده في منتخبات كتير قوي في بطوله العالم اللي فاتت. يعني ان شاء الله النهارده يفوز يكون منتخب مصر. واكلم حضرتك بالليل ومبارك لبعض. اشكرك جدا طبعا كابتن حسين زكي، نجم واسطوره كبيره جدا لمنتخب مصر، الكونكورد الكبير. ان شاء الله يكون فوز قوي لمنتخبنا النهارده.